هناخد موضوع اليوم اللي هو الانترفيرنس. الانترفيرنس في عنده نوعين، في ان عندي لو كو شانل انترفيرنس، هذا الكو شانل انترفيرنس ايش نتيجته؟ بيستخدم ناتج زي ما حكينا عن اللي هو الفريكوانسي ريوز. الفريكوانسي ريوز ناتج انه انا مثلا سيل واحد في كلاستر واحد بتستخدم نفس تردد سيل واحد في كلاستر اثنين، وهكذا في كل كلاستر مجاور للكلاستر اللي انا فيه. فبتلاقي انا عندي في عدد معين من الانترفيرنس بيجي على الفويس شانل انا بحكي فيها. وقلنا السيجنال تو انترفيرنس ريشيو، اللي هو السيجنال على الانترفيرنس ريشيو، اللي هي بتساوي K في R اس ناقص N على K في D واحد اس ناقص N زائد K في D اتنين على اس ناقص N زائد هكذا K في D I نوت على ناقص N، حيث ال I نوت هو عبارة I نوت انترفيرنس نمبر، عدد الانترفيرنس I نوت هو عدد ايش الانترفيرنس نمبر. تمام اخوان، تمام. اذا سيجنال انترفيرنس ريشيو بتساوي K في R اس ناقص N في K سميشن دي اي من ناقص N من I بتساوي واحد لI نوت. هذا هو الجنرال فورم. لو انا قلت لك انه دي واحد بتساوي دي اتنين، كل الديتس متساوية، دي اي نوت كلها متساوية، بتطلع السيجنال للانترفيرنس ريشيو بتساوي R اس ناقص N على دي اس ناقص N في اي نوت. وهذه بتقدر تسوي، هذه بتساوي عبارة عن R في دي الكل اس ناقص N على اي نوت، وتساوي دي على R في N على I نوت، وهذا الريشو عبارة عن Q اس N على I نوت، وهذا الريشو بتساوي جذر 3N على I نوت. والI نوت طبعا هذه هنا في تركيز، هنا لازم نركز. أنا لو بدي السيجنال انترفيرنس ريشو هنا بدي أزودها، عشان أزود السيجنال انترفيرنس ريشو عندي حاجتين. السيجنال انترفيرنس ريشو عشان تزيد في عندي حاجتين، يا اما الاي نوت هنا بتقلل الاي نوت، هنا الاي نوت بتقللها، او الخطوه الثانيه اما ايش الان بتزيدها، الان بتزيدها. فاحنا هنشوف اللي هي هذا اي نوت بتقللها، عدد الانترفيرنس بتقلل، نسميها حاجه تعمل حاجه اسمها سيكتورينج، او الان بتزيدها بتقلل الراديوس لتعمل حاجه اسمها مايكرو سيل او نانو سيل صغيرة، المايكرو بنستخدم مايكرو سيل. ونشوف هذه في الشرح المحاضرة، في الشرح المحاضرات الجاية كيف بنستخدم هدول التنتين، هدول التكتيك اتنين علشان نزود سيجنال تو انترفيرنس ريشيو. الآن احنا بدنا النوع التاني من الانترفيرنس اللي انا هتكلم عليه، لأنه مش هياخد معنا وقت كتير، اللي هو adjacent channel interference. adjacent channel interference بنتج نتيجة due to the band pass filter of the mobile station أو mobile terminal او الموبايل نفسه او الجهاز نفسه ايش not ideal. الباند باس فلتر not ideal، ايش عن not ideal؟ مثلا هو الباند باس مخصص انه يستقبل تردد معين في حدود معينة، فبروح باخد من هنا شوي ومن هنا شوي. مثلا هو عنده هيستخدم مثلا من 0 لـ100، فبروح ايش بأخذ زيادة عن ايش عن
الكمية يعني مجال التردد هذا، فبأخذ مثلا ل 120، فهذا نتيجة ايش بصير؟ هذا ال20 هرتز الزيادة بتعمل ايش؟ تداخل ما بين الشخص الأصلي والشخص اللي داخل على القناة الأصلية، هذا الانترفيرنس، هذا ايش؟ السيجنال. تمام. طيب ايش راحوا عملوا علشان يتفادوا هذه الحاجة؟ فعملوا حاجة اسمها الجاب ذي انسيرتد جاب بتوين ايتش تو شانلز، كل فويس تو فويس شانل عملوا جاب. مثلا هاي اللي عند اف واحد وهي عند اف اتنين، هاي اف اتنين، هاي تشانل الاولانية، وعملوا هنا جاب وراحوا جابوا ايش؟ تشانل التاني. هنا جاب من الفريكوانسيز، هذا تشانل تو، هذا تشانل وان، عشان ايش؟ هنا اف وان، هذا اف تو، هذا اف ثري، هذا اف اربعة. مجال التردد من اف تو لاف اتنين بنسميه ايش؟ جاب. بنسميه ايش اخوان؟ بنسميه جاب، عشان اللي انا كل واحد كل يستقبل ايش؟ يستقبل من اف واحد لاف اتنين، بعد اف اتنين اللي ما يقدرش يستقبله او يكون الاستقبال ضعيف جدا، فبيبدا يستقبل في الجودة الكاملة من مين؟ من اف تلاتة. طيب لو انا اجيت هنا، لو اجيت هنا انا قلت مثلا اكزامبل، لو قلت انا ايش اكزامبل، خلينا نفهم هذا الاكزامبل، من الاكزامبل هذا احنا بنقدر، من الاكزامبل هذا بنقدر احنا يعني نعرف ايش المطلوب او ايش مقصود في هذا الاشي. لو قلت انا اكزامبل عندي اف the interference power، if the interference power بتساوي 52 ديسيبل، if the interference power and the band pass filter of base station decays the received power by ناقص 20 ديسيبل، how many اوكتاف، ناقص 20 ديسيبل بير ايش؟ اوكتاف. تمام. How many octave we need to eliminate the effect of the interference? The effect of the interference. يعني أنا الانترفيرنس باور قال 52 ديسيبل، أنا معطيني 52 ديسيبل، وقال لك الباند باس فلتر بتاع البيز ستيشن بيعمل اضمحلال، لا بيعمل اضمحلال للانترفيرنس مقدار 2 ديسيبل لكل اوكتاف، 2 ديسيبل لكل اوكتاف، بمعنى انه انا هاي مثلا التشانل تاع الباند باس فلتر، هاي التشانل 1 تاع الباند باس فلتر، لو اجاله هنا تشانل 2 الانترفيرنس، هذا الانترفيرنس، فبروح هنا اجى بده يستلم الباور هنا، فبروح الباور بتقل مقدار 2 ديسيبل لكل اوكتاف، بقدر 2 ديسيبل لكل اوكتاف، لما تصل لمرحله انه ريسيفد باور هنا، ريسيفد باور هنا بتساوي زيرو، هذا البي ريسيفد بتساوي زيرو، عنيتها بيجي تشانل، بيجي اللي هي بي التشانل بيستقبل ايش؟ التشانل 2، التشانل ايش؟ التشانل 2، حيث بتم استقبال التشانل 2، لما تم استقبال التشانل 2
لما تمسك بقى تشانل 2 بتلاحظ انه انا يعني فش فيها انا ايش، ما تمش استلامها ابدا، ما تمش استلامها على بعد، مثلا تم استلام شانل 2 على بعد فريكوانسي اف 3، فعند عند اف 3 ما فيش ولا ما فيش وما تمش استلام هاد، لن يتم استلام شانل 2 عند اف 3، عند اف 3 لن يتم استلامها بواسطة مين اللي هو اليوزر الاولاني في شانل 1، اليوزر 1 وهنا اليوزر 2. هنا اليوزر 1 بيستلم شانل 1، اليوزر 2 بتستلم شانل 2. عند اف 3 يعني عند اف 3 ما بتتمش ابدا استلام شانل 2 باستخدام الايش اليوزر 1. ليش؟ لانه انا سبت هنا جاب من الفريكوانسي، سبت هنا ايش جاب اوف فروم فريكوانسيز، من ايش جاب من ايش من الفريكوانسيز. تمام، هاي تشانل 1 بتاخذ من اف 1 ل اف 2. بعد اف 2 ايش اللي بصير؟ بعد اف 2 ايش اللي بصير؟ لو صار انترفيرنس، افرض انه صار انترفيرنس، صار انترفيرنس، بروح هذا التشانل 1 بضله يضعف الاشاره، تضعف الاشاره، كل ما زاد التردد تضعف ايش الاستقبال. عندما نصل لمرحله لو عند اف 3، عند الاف 3 بتلاحظ انه قدره استلام الشروع على السلامه بتساوي صفر. فعشان هيك تبدا تشانل 2 من عند اف 3، تبداش من عند اف 2، نبدا عند اف 3. حريتها لن يستطيع تشانل 1 او اليوزر 1 الاستلام تشانل 2. هذه ايش بشكل مفصل اكثر. طيب كم هو بقول لك 2 ديسيبل لكل اوكتاف، كم اوكتاف احنا بدي علشان انا احدد الجاب اوف ايش فريكوانسز. من هان المثال لو انا جيت هنا قلت لك نمبر اوف، ايش معنى اوكتاف؟ اوكتاف لما اقول هان عندي على سبيل المثال، لما اقول الرقم اف 1 بتساوي 2 اف 1 2 هرتز، 2 مثلا 2 هرتز، قلت اف 2 بتساوي 4 هرتز، اف 3 بتساوي 8 هرتز. لو انا اخذت قلت هنا نمبر اوف اوكتاف، نمبر اوف اوكتاف بساوي لوج الاثنين اف 2 على اف 1، لوج 2 اف 2. فلما اقول هنا عندي نمبر اوف اوكتاف، مثلا لما اقول نمبر اوف اوكتاف بتساوي لوج 2 اف 2، اخذتها 4، 4 2 اللي هي بتساوي لوج ل 2 نمبر اوف اوكتاف، لوج ل 2 2 ايش 1 نمبر اوف اوكتاف. لما اقول هنا 8 هن 4 2 اللي هو ايش 1 اوكتاف، 8 على 2 2 ايش حيطلع اعطيني 2 ايش اوكتاف. الان لو انا عندي مثلا في عندي حاجه اسمها اظن الديكيد، بس هذه بالاختصار لما اقول اف 1 بتساوي 10 هرتز، اف 2 بتساوي 100، اف 3 بتساوي 1000، فبقول نمبر اوف ديكيدز بتساوي نمبر اوف ديكيد بتساوي اللي هي لوج اف 2 على اف 1 للبيز 10 مثلا، وهو هذه عبارة عن نمبر اوف ديكيد، لوج لو قلت 100 على 10 بز 10 اللي هو اعطيني 1. لو قلت ال 1000 لوج 1000 على 10 بز 10 بتساوي لوج ال 100 بتساوي ايش؟ بتساوي 2 2 ديكيد. هنا 1 ديكيد. طيب نرجع للسؤال بتاعنا اللي هو ايه بده قديش نمبر ايش اوف اوكتاف. نمبر اوف اوكتاف اللي هي كالتالي، نمبر اوف اوكتاف اللي هي بتساوي 52 ديسيبل على 2 على 20 ديسيبل. هو قال 20 في السؤال، 20 ديسيبل مش 2 ديسيبل،
20 ديسا، 20 ناقص 20 ديسيبل لكل اكتاف. إذا النمبر 52 على 20 هيعطيك 2.6 أوكتاف. 2.6 إيش؟ أوكتاف. بدنا الآن أقول هنا اللي هو نمبر أوف أوكتاف زي ما تعلمنا، اللي هو عبارة عن لوج 2 أف 2 على أف 1 اللي هي بتساوي 2.6. الآن 2.6 لما نجي أقول هنا عبارة عن من هان ايش بعطي؟ بعطيك اف 2 على اف 1 بتساوي 2 اس 2.6 اللي هي بتساوي عبارة عن 6.063. يعني اف 2 على اف 1 بتساوي 6.063. فانا هنا اف 2 على اف 1 بطلع ايش؟ 6.063. فاف 2 هاي بتساوي 6.063 ضرب اف 1، تمام. فلو انا اف 1 بتساوي اللي هي عبارة عن الاف 1 اللي هي بتساوي 25 كيلو هرتز، اذا اف 2 فور ذا سكند يوزر اللي هي بتساوي 6.063 في 25 اللي هي بتساوي 1.575 كيلو هرتز، تمام. بمعنى آخر إنه أنا عند الجاب بتساوي اف 2 ناقص اف 1 بتساوي 1.571 كيلو هرتز ناقص 25 كيلو هرتز وتساوي 126.575 كيلو هرتز. يعني بمعنى آخر هاي التشانل الأولانية من اف 1 لاف 2 اللي هي بتساوي 25 كيلو هرتز، التشانل الثانية بتبدأ اللي هي عبارة عن من 151.570 لحد هنا 151.570 زائد 25 كيلو هرتز. فهذا هو المجال، هو هذا مجال ايش؟ الجاب. هذا مجال ايش؟ الجاب اللي بدي اعمل عملية فصل بين تو ايش؟ تو كو تشانل، بين تو ادجيسنت تشانل، بين تو ادجيسنت تشانل. لاحظ انه انا عندي هنا مشكلة اخرى نتيجة الادجيسنت تشانل، في ايش؟ حاجة مشكلة أخرى، حاجة اسمها مشكلة فار نير بروبلم، فار نير بروبلم. هذه المشكلة فار نير بروبلم، ايش المشكلة هذه؟ نتيجة ادجيسنت تشانل. مثلا هي أنا عندي هاي البيز ستيشن، أنا هنا عندي البيز ستيشن، أنا رحت انا الاشاره الاصليه هنا، السيجنال الاصليه هاي انا هنا، هذا السيجنال على بعد 20 دي من البيز ستيشن. الشخص المجاور الي راح على بعد دي، على بعد دي هاي الشخص المجاور، هذا ايش؟ الانترفيرنس ديو تو ادجيسنت، هذا الانترفيرنس نتيجة عملية ايش؟ الادجيسنت التجاور في التشانلز، يعني تو تشانل متجاورات، هاي التشانل الاولانية وهاي التشانل التانية متجاورة جنب بعض التنتين، هذا التشانل 1 وهذا التشانل 2، هذا نتيجة التشانل 2 وهذا التشانل 1. نتيجة التجاور هذا على هذا الاصل بعيد عنها 20 دي، تمام، بينما الانترفيرنس بعيد عن البيز ستيشن مسافة دي. يا بتتوقع مين يستلم الإشارة أقوى؟ حيستلم الإشارة أقوى من الانترفيرنس عنه، عن مين؟ عن الرجل الأصلي. بمعنى آخر إنه البيز ستيشن ريسيف ذا سيجنال ذا سترونجست سيجنال from the interference،
السترونج سيجنال من مين بسلمها؟ من الانترفيرنس. يعني انترفيرنس باور اكبر كتير من الانترفيرنس بتاع السيجنال. طيب كلام جميل، بنقدر نطلع هنا احنا الريشيو، بنقدر نطلع الريشيو بتاعت اللي هي الريشيو بتاعت سيجنال تو انترفيرنس ريشيو، اللي هي بتساوي كي في دي اس ناقص ان، هذا السيجنال في كي في دي ضرب ايش 20، في كي في دي اس ناقص ان، انترفيرنس على بعد دي والسيجنال على بعد ايش 20 دي، بعطينا وتساوي كي بتروح مع دي كي اللي هي بتساوي عبارة عن بعطينا 20، هذه دي أس ناقص أن في 20 أس ناقص أن، بمعنى 20 دي كلها أس ناقص أن على دي أس ناقص أن، هذه تساوي عبارة عن 20 أس ناقص أن، هذا السيجنال تو انترفيرنس ريشيو، وتساوي 1/20 أس أن، 1/20 أس إيش أس أن. فلاحظ إنه الانترفيرنس 20 مرة ضعف السيجنال، الانترفيرنس 20 مرة إيش ضعف السيجنال، تمام. هيك بتكون إحنا هيك ظهرت هذه المشكلة، اسمها اللي هي مشكلة اسمها far near problem، تمام. طب أنا هنا لو قلت مثال آخر، لو قلت أنا عندي مثلا قلت لك الباور due to interference، على اكزامبل الباور دي تو تو بتساوي 40 ديسيبل، 1 2 قلت لك بالباند باس فلتر ديكيز ذا باور باي ناقص 20 ديسيبل لكل ديكيد، هذا اكزامبل لكل ديكيد. أوجد نمبر اوف ديكيد، أوجد نمبر اوف ايش كيد، 1 2 ذا جاب اوف فريكوانسز، ذا ريكوايرد جاب اوف فريكوانسز. لاحظ انه هنا ان الانتر باور ديو تو انترفيرنس 40 ديسيبل، هذا ناتج الانترفيرنس، هنا ناتج نتيجه ايش؟ نير فار بروبلم، نير فار بروبلم، انه فاستلم اشاره الانترفيرنس اقوى من الاشاره العاديه، فلازم ابعد تردد اللي هو الانترفيرنس كتير، ابعده كتير عشان ما يستلموش بالمره، فما اذا هان الانترفيرنس ديو تو نير فار ايش نير فار بروبلم. فانت بدك تيجي تقول هنا نمبر اوف ديكيد، نمبر اوف ديكيد اللي هو بتساوي لوج العشرة اف 2 على اف 1، تمام، اللي هو انا عندك اللي هي بتساوي قديش نمبر اوف ديكيد عندك 40 على 20 بتساوي 2، بمعنى 10 اس 2 بتساوي اف 2 على اف 1، هنا نمبر اوف ديكيد طلع 2، هذا اول جواب، هذا الواحد. رقم 2 بده الجاب فريكوانسز، اف 2 بتساوي 100 اف 1، لو كانت اف 1 هي 27 كيلو هرتز، اف 2 بتساوي 100 ضرب 27 كيلو هرتز، نطرح اف 2 ناقص اف 1 هي تعتبر ايش؟ الجاب اوف ايش؟ اوف فريكوانسز، اف 2 اللي هي 2000
و700 ناقص 27 كيلو هرتز. الفرق بين هذول الاثنين بعمل ايش جاب، اللي هي الجاب اوف ايش ريكوايرد فريكوانسيز. هذا بالنسبه للمثال بالنسبه للدكيد، واخذنا مثال بالنسبه للاوكتاف. اذا كمان مره بحكي انه انا عندي نوعين من الانترفيرنس، نوع نتيجه الادجيسنت انه تو تشانل متجاورات، والنوع الثاني نتيجه ايش؟ نتيجه الكو تشانل فريكوانسي ريوز. كو تشانل لما اقول كو تشانل غير عن ادجيسنت، ادجيسنت تو تشانل متجاورات، فبدي اعمل بينهم جاب عشان اليوزر ما يستخدمش الفريكوانسي تاع ايش؟ المجاور تاع اليوزر المجاور. بينما الكو تشانل، الكو تشانل انه اكثر من سل بتستخدم نفس الباند وث، نتيجة ايش؟ الفريكوانسي ريوز.